وهذا كل اللي سمعته من نسوان الحارة يا خانو. وليش ما اجيتي وخبرتينا يا أم سعيد؟ ليش؟ لأنه ما كانت فاضية تجي لعنا يا شهيرة خانو، كانت دايرة عم تنشر الفضيحة مثلها مثل غيرها. لا والله أنا ما عملت شي يا خانو. العمة شو كذابة؟ ليش لكن ما اجيتي دغري وحكيتي لنا وليه؟ صدقيني صدقيني أنا ما صدقتهم. خرب بيت قلبي، ما زالك ما صدقتيهم، ليش ما اجيتي حكيتي لنا إنه نسوان الحارة عم يحكوا علينا بالعاطل؟ الله لا يوفقهم يا حق. الله لا يوفقك أنت يا أم سعيد. يا خانو أنا ما دخلني ولا خرجني بكل هالحكي. ما دخلي وسمعتي الحكي وسكتي؟ لا وكمان مشيتي بفضيحتنا مع نسوان الحارة. صدقيني يا خانو أنا ما مشيت فيها. شهيرة خانو العية أحسن ما أقوم أنا وأعمل للازم. ها ومين إلي؟ قومي مشان الله يا خانم لا تلعيني من بيتك. عم قلك قومي انقلعي لبرا. بوس ايدك يا خانم خليني لبرا. مسعيد لبرا. يبعت له حمى حظي، يبعت له قطع لساني. ان شاء الله بينقطع لسانك، يخرب بيت قلبك انت وفصولك العاطله. الله الله يسترنا من كلام الناس. يخرب بيت قلبها حيه بسبع روس، بتعرف كل شيء وساكته، والله يعلم ما تكون هي يلي طلعت بالفرتينه ومشيت بالفضيحه بالحاره كلها. اللي فهمته منه يا بختار انه اخوه الكبير قتله الفرنساوي، مشان هيك هو ما بطيق يشوف دركه قدام عيونه. طالما هيك ابو محمود خده وروقه. امرك بختار. معيتك ابو محمود. براسي عدلي. قوم حبيبي قوم معي. شباب قوم معي لحتى حطل لك اكل وشرب وروق لك امورك. قوم قوم اخراس. روق لك يا روق روق يا الله. قوم لحتى اجيب لك لحمه هلا وحفاتي واكل طيب على كيف كيف كيفك. شفتوا؟ كلنا رح نقوم على هالحاله. شرفوا يا عمي والله شرفوا. شو ما بدي اجيب لك محمود؟ يلا بعيدك ابو محمود الله يوفقك. امشي قدامي امشي. مع السلامه. السلام عليكم. الله معك. معناتها هذا مو مجنون وزعلان على اخوه المقتول ما هيك يا مختار؟ هو هيك مسكين الله يعينه على العيشة. لازم نحسن له وضعه وندلله وندير بالنا عليه، لأنه ما في رجال عن حقه حقيقي عمل عملته. فعلا يا رجال كلام أبو حمدي مزبوط. اجوا اجوا. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمكم. الله يسلمكم. الحمد لله أجيتوا بالسلامة. الله يسلمكم. شو طمنونا؟ ان شاء الله خير يا ابني. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. شو يعني؟ ما بعرف. وجو هون ما بطمن. الله يجيب العوام سليمة. آمين يا رب. جماعة طالبين مصاري. طالبين مصاري لحتى يتركوا مطيع واللي معه. يعني خطفوا مطيع وماجد مشان ياخذوا مصاري من اهاليهم. اي نعم. واهاليهم قد ما جمعوا مصاري ما رح يحصلوا المبلغ. مشان هيك يا جماعه لازم نعمل لميه من الحاره، بركي بصير المبلغ محروس. ايش قديش طالبين؟ طالبين 1000 ذهبي على كل راس. اوف. وليش طالبين كل هالقد؟ مو بس هيك كمان حددوا لنا مهله، اذا ما بناخذ المبلغ فيها بدهم. بدهم شو ابو سليم؟ بدهم يقتلوا العم. عم يحكوا عن القتل كانه شربت مي. لك شو الناس هدول؟ وين رايح؟ بدي اروح لعنده. لك هات بدي جيب اخي. لك عود عود شوي. هدوا على النبي. عود بشير، عود صياح، عودوا وخلونا نتفاهم. عود بشير. عود يا ابني عود. يا ابني يا بشير روحتك لعندهم هلا رح تزيد الطين بله، بالعكس ما رح تفيد. هذا اخي شيخي، اخي. انت لو كنت معنا وشفت يلي شفناه كنت سكتت وحاولت تأمن 1000 ذهب تخلص فيها اخوك، لانه شو ما عملت ما رح تقدر تهربهم من عندهم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. المشكلة كيف بدي أمن المبلغ؟ يا ابني يا بشير اسأل الوالدة شو في عندكم أملاك بيعوهم
بركضان تأمنوا شي من المصاري. ماشي شيخي ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام الله خير. لا ضوجة. وزو لازم نعمل 100 من الحارة. بركي بيتم شيء من المبلغ. مزبوط. بس ما قلت لي شو صار مشان ماجد؟ ما حكيت لي شيء عنه. ماجد؟ ماجد حالته بتحرق القلب يا مختار. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. مختار هيك ما بيمشي الحال بنوبة. وشلون بده يمشي الحال؟ فهمني شلون؟ والله ما بعرف. بس لازم نخلص الشباب من ايدين ابو الرجا، وبعدين لازم نخلص على ابو الرجا ورجاله مشان نرتاح كلياتنا. ألف دهبة. منين نجيبن لك أمي منين؟ نحن كل شيء بنملكه يا دوبك يطلعوا 200 دهبة. والله يا منا ندبرهم بهاليومين. لأنه إذا ما دبرناهم بيقتلوا لهم. شو؟ لا لا قلبي. شو يقتلوا؟ شو؟ قولي على قلبي. قولي على قلبي. قولي على قلبي. سلفي الله يوفقك. قولي على قلبي. خد هاي سيرتي كلها. على قلبي. خدها وبيعها بس إن شاء الله ما يلبسوا شعرها بالراس وما بضيع. خدهم كلهم. وأنا رح جيب سيرتي يا عمي. رح تطلعوا يا عمي. رح تطلعوا. يا ابني اثنين كانوا رفقاتهم لكداس وحامد، بدهم اياهم مشان يقتلوهم. ايه مختار، بس نحن ما لازم نخليهم يوصلوا لهم لو شو ما بده يصير يصير. ايه ما راح نخليهم يمسوا شعرة وحدة منهم ولو كنا بدنا نموت كلياتنا. قوموا يا رجال. يا رب قوموا. يا مو بشير برضاي عليك بيع البيت. ايه اخي وبيع الدكانة كمان. لك إذا بعنا كل شيء رح يبقصنا. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب سلفي أنا بكرة رح روح لعند أهلي وشوف شو بقدر أمن مصاري. الله يرضى عليك يا رب. يا رب دخيلك ما لنا غيرك يا رب يا رب يا رب. آخ أنا ما حبيت خبي عليك ابن عمي لأنه الشغلة صارت بعرض الحريم. لا ما شو الحكي اللي بتحكيه؟ شو القصة هي؟ والله يا ابن عمي الله يستر علينا وعليهم يا رب. اسمعي بسليم، انت ما عاد لك فوتي على بيت ابو عامر بنوب. ها بنوب عم تفهمي؟ امرك ابن عمي امرك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كل هالشي صاير اليوم وانا ما عندي خبر؟ ليش ما خبرتيني؟ كيف بدي خبرك يا ابن عمي والقيامة قايمة بالحارة؟ شو صار؟ فهميني شو صار؟ شوف ابن عمي، صياح ما عاد إله عنا شيء، وعطاك ما بنعطيها لو شو ما صار. بل أول لازم نتأكد من كل شيء، ما بدنا يصير فينا مثل ما صار فينا المرة الماضية ونطلع بسواد الوش. كل الكلام اللي سمعته مزبوط وصحيح ابن عمي. إذا كان هالكلام صحيح، صياح مو بس ماله شيء عنا، أنا بذات نفسي راح بهدله بهدلة الكلب بنص الحارة قدام كل الناس. يابي هالحكي كذب والله العظيم. هذا الحكي كذب. منين عم بيجيبوا هالكلام؟ ناسي ولا عفاف؟ لو كان كذب ما كانوا كل الناس حكوا فيه. ما بدي. أنا اللي بفهم منك أنت وياه أنكم ما أنكم عاملين شيء وما عم تخبوا علي. صياح اسمعني، اللي عندي قلت لك اياه وخلصنا. وانت؟ انا لو عندي شيء كنت قلت لك اياه فورا لك صياح. ايوه ان شاء الله خير.
تعبى مخي، عباه تمام بالعمل اللي عملها مع الفرنساويين. أصيل أصيل وابن أصل. لا مو بس هيك، الفرنساويين طلعوا قاتلين له أخوه وهو زعلان عليه كتير 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 يا حرام. يا لطيف الله يصبروا على بلوتي. آمين آمين اللهم آمين. عمي نعم معيتك سمعنا هيك شي حلو بهالسفرة. ايه مو تكرام الله يكرمك. اسمع هات لنشوف. يا صبر قول قول للدهر يسأل ولو مرة مرة علينا، مر العمر مر العمر حسرة وقهر يا صبر ولا اشتكينا عشتك. الله هات راسك يا نوسك العرب يا حبيبي. احلى ابو حكبي بالعالم. احلى كاسه شاي من ايدك. صحه وانا من هلأ لازم تتحرك يا صياح. البلد ماشي على خراب، إش كان تركت أبو الرجع عايش. لازم يموت هو وكل واحد معه، وإلا أنت وغيرك 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 رح تموتوا. والله كثير قلقان على بشير أفندي أنا، يعني هالمسكين لين تلاقيه ليلاقيه. أخوه مخطوف، هو سرحوه من الشغل. يعني هلأ جماعة أبو الرجا ما رح يطالعوا له مطية إلا إذا دفعوا لهم 1000 ذهبة؟ كاملين؟ كاملين كاملين كاملين؟ كاملين كاملين. نعم طيب وإذا ما دفعون شو بدهم يعملوا؟ بدهم يقتلون. لك معقول يقتلوا بني آدم مشان ذهب؟ هدول بيقتلوا أهله مشان الذهب. طيب و أنت ما عرفت قديش ناقصهم للجماعة؟ لا والله لسه ما عرفت، بس اللي بعرف إنه ناقصهم كتير. قديش يعني كتير؟ أنت ليش عم تسألي؟ لا أول شيء يعني الله يعينهم للجماعة. أي والله الله يعينهم. تاخذ صخر وبتروح لعند ابو الرجع بتقول له بيقول لك كوموندا ميل في اللي بدك اياه. حاضر سيدي. هل تريد شيئا اخر سيدي كوموندان؟ لا بس لا تتاخر، يعني عنا شغل كثير اليوم. احترامي. الى اللقاء. مع السلامه. وانت ما صار بيك من هلا صار فيك يروح على حاره القصب. يعني روحوا أنا مطمن؟ أنا حكيت مع رئيس كاراكون جديد، قلت له يحميك من كل ناس لا تخاف. إيه كتر خيرك. مظهر بيك لا تنسى شغل اتفقنا عليه أنا وياك مع بعض. لهون لعب تجي أبو محمود وسلم الشغل بالبوعد كي العزو، وانت لا عاد تفوت عليها بنوم. ليش يا خانم؟ معلش اعرف ليش؟ ولا كلمة وعمل مثل ما عم اقول لك. امرك يا خانم. حاضر. من هلا ورايح ام عزو وكل نسوان الحاره ما لهم فوتي لعندي. لا
لا تظلمي كل نسوان الحارة يا شهيرة خانو، مو كلهم حكوا علينا بالعاطي. كلهم ولا مو كلهم؟ ما كان لازم نسوان الحارة إذا سمعوا شي كلمة زحلة علينا يجوا يخبروني. مزبوط كلامك يا خانو، بس قال له مين جاكرك؟ قال له يلي خبرك. الناس المحبة بتختجل تنقل الأخبار العاطلة. أي مشان هيك لازم كل نسوان الحارة ورجالة يعرفوا مين أنا وشو عندي. أيوة، معناتها صيح كمان ما لازم يفوت علينا؟ حتى صيح ما رح يفوت لحتى نعرف شو نحكى على شرفنا. لا تزعل يا خانو، ما حدا بيطلع له يحكي على شرفنا. أصيلة يا مطيع أصيلة. صياح، انت واحد قليل ادب، خلي على النبي مختار. ليش هيك عم تحكي؟ لانك طلعت خاين ما بتتامن على اعراض الناس بالحاره. ما كان هذا عشمنا فيك يا صياح، طلعت قليل اصل وقليل تربايه. والله والله لو ما بعرف ابوك منيح ومتاكد منه لكنت قلعتك من الحاره. قلعوا يا مختار، شو عم تستنى؟ قلعوا. لا هلا ما راح قلعوا لانه امه بحاجه له، بس يكون بعلمك فوتي لعندي على المضافة ما لك بنوب، وقعدي مع رجال ما لك بنوب، فهمت؟ فعلاً اللي صحوا ماتوا. هذا إذا كان عنده حياة. قليل الأدب. لك يا جماعة بس فهموني، أنا شو عامل؟ لا إله إلا الله. جميل الشيم جميل الشيم. أنت بتعرف شو اللي صاير؟ روح من هون، احكي لي شو صاير. أنت ما بتعرف ليش بهدلك المختار؟ لا ما بعرف، قلي. ذكر بك يا أخي نسيان، ذكرني. صياح أنت صاحبي. إيه والصاحب إله على الصاحب. عم يطلع عليك حكي بالحارة، عم يطلع عليك حكي إنك عم تفوت على بيت أبو عامر من شان الحريم المستورة. أنا؟ إيه أنت. ليك صياح، إيش كان أنت بريء وصادق بدك تثبت لكل الخلايق هذا الحكي، ولا بعد اليوم في حكي تاني بيني وبينك. سيدي استلمت ابو العز؟ استلمت ام محمود. انت صرت المعلم هون؟ من بعدك ام محمود احنا. حبيبي على راسي. بدي امنك امانه، بتدير بالك على البوايكيه لانه هذا المال مال حريماتها. بعيوني بعيوني لا تاكل هم. ايه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله معه. يلا شباب همي همي، يلا لا تحصوا. شريف مختار، هاي خمس ذهبات، هذا اللي الله قدرني عليه. كتر خيرك ان شاء الله. قديش صاروا المصاري؟ كلهم على بعضهم ما بيطلعوا 100 ذهبه. لسه في ناس كثير ما دفعوا، واكيد رح يساعدونا ان شاء الله. يا ابو سليم، قد ما ساعدوا قد ما دفعوا ما رح نوصل للمبلغ يلي طالبينه. هلا نحن بنعطيه المبلغ اللي تأمن، بيكون بشير افندي كمان أمن له مبلغ، ساعتها بنشوف شو بدنا نساوي. مظبوط. السلام عليكم. عليكم السلام. الله عليك ابو هاشم. تفضل مختار. هاي 50 ذهبة. هو الحقيقة المبلغ مو كبير، بس هذا اللي قدرت عليه. يا سيدي كتر الله خيرك، الله يعطيك العافية. الله معوضين إن شاء الله. الله يعوض عليك أبو هاشم. علينا بسليم، أحلى بسليم. أهلا بسليم. إيه يا أخي أبو محمود، شو السمعة اللي سمعناها عليك؟ أني سمعة بقى سيدي؟ سمعنا إنك بدك تتجوز شهيرة خانو. شو عم تحكي أنت؟ من وين جايب هالحكي؟ جوازتك ما فيها شيء، على سنة الله ورسوله. لك يا جماعة، أنتوا عم تحكوا سيرة مو جايب بالي بنوب ولا صايرة. شو مو صاير؟ يا أخي صاير، وأنا من عندي بقول لك إن شاء الله ألف مبروك. أبو محمود، شغلتك لا عيب ولا حرام، ولا حدا بيقدر بيأثر عليك بنوب. العمى. العمى أنتوا من وين جايبين هذا الحكي؟ من وين سمعانينه؟ لك شلون ما في شيء؟ كل الناس عم تعلم بها القصة، شبنا؟ قلنا لك لا عيب ولا حرام، ليش طلع خلقك يا ابو محمود؟ الله يرضى عليك. لا سيدي ما في من هالشيء بنوب، بنوب ما في من هالشيء. خلصنا ابو محمود الله يرضى عليك، إذا انزعجت أخي خلونا بقصة بشير أفندي وخلصنا.
لا سيدي، ما بدي اطوي الصفحة، وهلا بدي اعرف مين حاكي علي. اخي روح سال بالحارة، الحارة كلها عم تعرف. ليش زعلان؟ لك يا عيب شو بس، يا عيب شو. وعم ينكر كمان. يمكن خجلان يقول انه بده يتجوز وحده اكبر منه. اكيد ما في غير هيك، بس شغلته لا فيها عيب ولا فيها حرام. معلوم وحرام يا جماعه، شو بكون الرجال بيقدر يتجوز الصغيره والكبيره. الشيب 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 الشات للبيع، الشيب الشيب الشيب. كيف بيطلع هذا؟ كيف بيطلع؟ طلع براءة ولا كلمة. براءة شو؟ قلت لك ولا كلمة وقلنا بوقفك. رجع لورا. معلش معلش بيمون، هذا ابن حماي. فجرت ولا كلمة. معلش كمان بيمون. معلش معلش. شو ما في؟ الحمد لله على السلامة يا صياح. مستحي ما لسه كلكم بتكون تقولوا الحمد لله على السلامة، لأني يعني طلعت مثل ما سمعتوا براءة. شرف لوصلك على البيت نظر بيك. شرف. لا ما في داعي، بعرف الطريق. بعدين هدول أهل حارتي بيخافوا علي أكثر من كل الدنيا، مو هيك؟ والله اللي بيقرب على مظهر بيك لا يلوم إلا حاله. سمعتوا يا حارة القصب؟ ما حدا يقرب على مظهر بيك بشي عاطل منوبعة، مفهوم؟ روق بشير روق، تحيا عيونك لأخذ لك حقك من بين عيونك. روق بشير روق. مرزوق بعتنا شايب معيتك. أبشر مثل ما عم بقول لك يا أبو عزو. معقول كلامك، من جهتي أنا موافق. يا مختار يا عمي أبو عزو. شوفي مظهر صار بالحارة. شو عم تقول؟ شي لك شو طلع من الحبس؟ مو معقول. لا حول ولا قوة إلا بالله على الشغلة. وينكم يا جماعة؟ أبكم تقولوا لي الحمد لله على السلامة. الحارة شو ساو؟ أكيد ولا واحد منهم تدخل، مو هيك؟ شو بدهم يعملوا؟ مو طالب إيدينا شي؟ أي يضربوا هيك رجال لكان وأنت منهم. ما بدك يا ربي. ليش؟ 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 هلا شو ناوي تساوي يا مظهر؟ ساوي اللي بدك تساوي، بس انا ما رح تلمس شعره من راسي. سلم لي. بدي اقلب الحارة فوقهم تحت امي، خليهم يمشوا يحكوا مع حالهم. يو شو بدك فيهم اخي؟ اي والله طلعوا عيوننا اللي رجعنا شفناك بيناتنا. اتركوا، احسن شيء بتعمله انه تنساهم. انساهم ما بسيطة. شلون بدي انسى زقني بالحبس؟ كله ظلم ظلم ظلم. يصطفلوا منهم لربهم تقبرني. ما بدي اياك تعلق معهم ويصير مشكلة مالها بالحسبان. ما بيصير شيء منيح. عندي مين ياخذ لي حقي منهم واحد واحد؟ اعطيني اعطيني فجلة. هيك هيك عندي داخلي. بس دير بالك على حالك. ها يا
فماك الهوى يا ناعم، لك من زمان وانا ناطر هالفرصه، ناطر هالفرصه. والله ربي فيك الكلاب السود. والله مرجل علي قدام رجالك. خذوه اربطوه على هي الشجره كداس وتوصى. يلا على عجلك معلم. قوم ولا قوم يهزوا بدلك، توجعت عنا. قوم عم تتمرجل بالحاره، فرجينا حالك هون. اربطه لقلك اربطه. ها تنهنهت من كتر الضرب. تلف 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 تلف، روح ستيل انت. تلف 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 تلف، محطة طويلة. يلا روح. بسيطة يا كداس. شو عليه؟ شو عليه؟ تدروا علي؟ عمل لي حالك رجال بالحارة. ايدك ولا؟ فرجينا هون. عم قلق ايدك. انتفلوا شواربا مشان يصير حرامي. الله يوفقكم. أبوك المشلول بدي إياه يجي لعند المني لهون ويبوس هالصرماية مشانك. يا أولاد الكلب، شو علي؟ شو علي؟ شو جابك لهون أم سعيد؟ جاية مشان أقول لك كلمة. لبرا لبرا. خلصنا أم سعيد، احملي حالك وطلعي لبرا، ما بدنا نبهدلك بعد عشرة هالعمر. يا خانم بس خليني احكي لك هالكلمتين. خلصنا ولا كلمة، ما بدها تسمع منك شي خانم. خلصنا ام سعيد، احملي حالك طلعي لبرا. الله معك. استني، شو بدك تقولي؟ بدي اقول لك يا خانم انه مظهر بيك طلع من الحبس وفات على الحارة وهلا ببيته. شو؟ انت مين قالك هالحكي؟ بس هيك حبيت اقول لك يا خانم، وبدي لك كمان مشان الله، مشان الله خليني ارجع اجي لعندك، مشان الله سامحيني. يلا يلا تحركي على بيتك بلا هالحركات. يلا قوام. بس بدي ارجع اجي. شنو ما بقدر ما اجي لعندك يا خانم، وما بقدر ما اشوفك كل يوم بخاطركم. شلون طلع من الحبس؟ شلون؟ وبدي افهم يا شهيرة خانم، مين يلي طلعوا؟ مين؟ شي ما بتصدق. ما بتصدق يا مطيعة؟ شي ما بيتصدق وما بينحمل. الله يعين هالحارة من عمايله بكرة بإذن الله. ما رح اسمح له يعمل شي بالحارة، ولو بيكلفني كل شي معي. شو بدنا نساوي؟ شي صار غصب عن راسنا. لا يا أبو حمدي، اللي صار مو غصب عن راسنا، اللي صار مننا نحن. شلون مننا؟ لأنه سكتنا وقصرنا وما رجعنا اشترينا سلاح مشان نهاجمهم وتخلص منهم. لك يا ابو سليم، شفت بعيرك شو صار معنا؟ شفت، بس السلاح هلا اضر من ماجد ومطيع. يعني شو نساوي هلا؟ يعني نشتري سلاح بالمصاري اللي جمعناها. ما بنقدر نشتري سلاح بكل المصاري اللي معنا. ليش بقى؟ لانه في قسم من هالمصاري هاي لبشير دفعهم مشان طالع اخوه من عند ابو الرجاء. معناته بتبلغوا لبشير افندي لما بنشتري سلاحه ونهاجمه، ساعتها مطيع رح يطلع وكل المخطوفين اللي معه. أبو سليم هالحكي لسه ما آن أوانه. وليش ما آن الأوان؟ لأنه بدنا وقت، بدنا وقت لنجمع مصاري ونشتري سلاح وندرب الرجال، وأبو الرجا مو عاطينا مهلة وإلا رح يقتل الشباب. شو ساوي هلا؟ أنا رأيي تروح أنت والشيخ عبد الرحمن لعنده وتعرضوا عليه المصاري اللي جمعناها، بلكي بيقبل فيهم ومنخلص الشباب. إن شاء الله بيقبل بالمصاري ونرجع الشباب. شو؟ إن شاء الله. إيه مختار، شو مشان صياح وأبو محمود؟ أبو محمود من كباريت الحارة، وإمتى ما بيحب بيفوت لهون وبيقعد معنا أهلا وسهلا. بس صياح لا، ما له فوت لهون ولا له قاعدة معنا لبين ما نتأكد انه ما عمل شيء عاطل مع الحريم.
ابن عمي؟ انت صدقت هالحكي عن اخي؟ لا اعوذ بالله، انا ما بصدق هيك حكي عن نوم، بس هو لازم يبرق حاله قدام الناس. شلون بده يبرق حاله؟ شلون بس؟ والله ماني عرفان يا فتحيه، ماني عرفان. ابن عمي الله يوفقك، خليك مع اخي، لا تتركه لحاله. ها عيب علي اذا بتركه لحاله؟ لو على موتي. ولو يا فتحيه، ولو الله يورجيني فيهم يوم، الله يورجيني فيهم يوم ولادين الحرام. شوف يا مو، انا ما رح اسكت على الحكي اللي طلع عليك انت وبيت ابو عامر، والله والله لبهدلهم البهدله الى اول ما لا اخر. خلص يا مو، شي صار وخلصنا. لا مو شي صار وما خلصنا، وانا ما رح اسكت. انت ابن قمصافي، فشرة عيونهم حدا يجيب معدلك بكلمه واحده، فشروا. ظلموني يا مو، والله العظيم ظلموني. لك الله يقتل اللي ظلمك، الهي يا رب. سافر يا مو، سافر وأنا بلحقك. ما بسافر لحاسب وردي على كل شيء عملته معي. اتركها بحالها ونفوت بحالك يا ابني. وأهل الحارة ما بدون يسامحوني على اللي عملته فيهم. بيني وبينك أمي، أنا ماني راضيان لا عن حالي ولا عنك، لأنه تعاملنا مع الفرنساوي. وأنا كمان تقبرني، ما كنت بدي أشتغل ضد الناس، بس كل شيء عملته من شانك. شحني طلعت من الحبس وما عاد أرجع له. طيب هلأ شو بدنا نساوي مشان الكوميندان؟ نعطيه اللي بده إياه، ومنخبر أهل الحارة على كل شي عم نقوله مشان ينتبهوا منه. شلون يا مو؟ حقلك شلون. أول شغلة ما بدي فهمية تضرب أي شي عم يصير بيناتنا. خلص ما تاكل هم. وما بدي حدا من الحارة كلها يضرب أي قصة، لأنه إذا الفرنساوية دريوا هالمرة بيعدموني عن جد. شو بقلكم تسعوا؟ يعني أنا فوت لعنده عالبيت؟ معلوم فوت لعنده عالبيت، بس أوعك حدا من أهل الحارة يحس عليك. مشي. إيه وخليكن وراها لفضيحة صياح بين الناس، وقد ما فيكن جيبولنا أخبار. حميد شو رأيك نقتله؟ كيف زبلنك شو بتضل بهيم؟ لا تقتله هلأ. ليش بقى؟ شنو إشكال مات هلأ رح يتهموا في مين مظهر بيك، ونحن ما بدنا نفتح عيون الناس على مظهر بيك ويطلع لي حكي، بس بعدين إن شاء الله بيموت هو وجميل وصبري وكل أطاط الحالة. مشي امشي حاميد. شو لوين؟ عنا شغلة برات الحارة بدنا نقضيها وبعدين بشنا على المغارة. ايوه فكرتك فعت الحارة تعمل لك شي عمي اثبتك بساعدة. لا غنى عنك عيون، ما تحتاجك بخبرك. مشي وأنا جاهز. لا لا هارون انت روح على حارتك، خلي لحاله هوني الأخراس بعد ما يحسوا عليكم أطفال الحارة. مزبوط عم يحكي. يلا ميسرة، ديروا بالكم. السلام عليكم. الله معك. سلام. سلام. الله معك هارون، دير بالك. سلام يرمي الفتن، سلام يرمي الفتن، ما في حدا بيمنعه. من وين بدي كمل باقي المصاري؟ من وين بدنا نجيبهم؟ من وين؟ من وين؟ والله يا مو ما عم يغمض لي جفن طول الليل، وانغمضت عيني ما بشوف إلا الكوابيس عند أخوك. الله يحمي يا رب، الله يحمي.
شبك يا أمو؟ شو بده يكون فيني يا أمو؟ والله مشغول بالي يا أمي، مثلي مثلك. ما بعرف منين نجيب المصاري، والمشكلة ما عم لاقي حل أمي، ما عم لاقي حل. أمي أنا بدي إياك من بكرة تنزل لعند الدلال وتقول له بدنا نبيعه البيت وبسرعة، يعني قد ما جاب يجيب بحصة بتسند جرة. بيت شو يا أمو؟ أنت نسيان إنه أنا بيطلع لي حصة من البيت اللي ورثته أنا وإخواتي من أبي؟ إيه صح. بس يا أمو قد ما جاب ما رح يكفي. يا أمو أنت عمل اللي عم قلك عليه، الله يرضى عليك. ومن هون لبكرة إلا ما الله يكرمنا ونلاقي حل تاني. بعدين يا أمو أنا عم فكر إنه أدين مصاري من إخوالك بس يرجع أخوك بالسلامة ونرجع لهم ياهم. إن شاء الله يا أمو إن شاء الله. الله يهدون هالقطاعين الطرق. الله لا يوفقهم يا أبني، الله لا يوفق. صباح الخير. أهلين تبريني. صباح النور يا عمو. تأخرت، ليش ما فيقتيني؟ تبريني فكرت فقتي لحالك. يا عمو انت مو كنتي عم تقولي بدك توزعي مصاري على العيال الفقيرة؟ ايه طبعا اكيد بدي وزع مصاري، وهلأ صرت بدي وزع مصاري اكثر لانه اخوكي طلع من الحبس. الحمد لله على سلامته. انا شو كنت عم اقول لحالي؟ انه ليش ما عم نعطي مصاري لبيت غازي مشان يطلعوا مطيع من عند ابو الرجا؟ لحما بدك تعطي مصاري لبيت غازي؟ ايه وشو فيها؟ لك شلون شو فيها؟ حرام يا اخي، الجماعه من دائين وابن المخطوف، بنعطيهم هالمصاري وبيرجعوا. ولك خلصنا؟ ايه خلصنا خلصنا. شو هالشغله يعني؟ يا مو لا تزعل من اختك تقبرني، لساتها بتحبها لوردة. امي ما ينزعل امي، المطير حيرجع ان شاء الله. ان شاء الله. وصلوا يا معلم، وصلوا والله للروق اخر رواق. شرف ابو الرجاء، هاي البضاعة. شوفوا شوفوا مين اجا. ضيفه ولا ابو الرجاء؟ افضح عينك. الله يوفقك، الله يوفقك يا معلم، تركنا نروح. يوفقنا سوا انا وانت. طولتي علي حورية. صدقني صدقني كنت بدي اجي لحالي لعندك. لا تحلفي بصدقك، اذا حلفتي بتحرم. والله والله يا معلم بدي اجي لحالي صدقني. بوس ايدك بوس ايدك بوس ايدك، لا تاذينا، بوس ايدك خلينا نروح. لك فكرت رح سامحكم انت وهي وهي؟ لجوا يلا. بوس ايدك يا معلم. لجوا خذوهم. فلفل وقرنفل عيون معلم من هون باستها. بوسة لإيدك خليك معها شوية كده. لك الله لا يشبعكم نسوان انتو الجوز. روح الحكي اللي طلع عليكم انتو وابني لازم تحطي له حد يا شهيرة خانم. لنضيف شو ما حكوا عليه الناس بيضل نضيف، وابنك نضيف وطاهر يا عم صافي. بعرف انه نظيف وصاحب شرف كمان، بس انت لازم تعملي شيء مشان تسكتي اهل الحاره وترجعي سمعتك وسمعت ابني بين الناس. الشرب انكسرت يا عم صافي انكسرت، والناس ما رح تسكت لو شو ما حكينا ودافعنا عن شرفنا الطاهر. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يلي حكى علينا وفضحنا بشرفنا ان شاء الله بشوف يلي شفناه باذن الله. أحلامي وإشراقاً
تجلت فيه أنغامي بحب قد غزا قلبي وشوقي زاد بهيامي فعطر الشام يحييني أداوي فيه آلامي وإن الله يعلم ما مدى حبي إلى الشام إلى الشام إلى الشام شآم طيف أحلامي وإشراق بأيامي هي اللحن الذي أهوى تجلت فيه أندامي بحب قد غزا قلبي وشوقي زاد بي